كاميرات المراقبة وثقت لحظة قيام لصوص حاولوا اقتحام منزل في منطقة العروبة بالقرب من الجسر الرابع محاولين سرقته، إلا أن جار صاحب الدار اشتبك معهم وأجبرهم على الهروب والفرار. دعونا نتابع. تدري المشكلة ناقصكم بلاش كتب وحشنا هذا ذبع اللاقة كان لاليك هاي اي ما ادري شنو بيه هاي بلايسات وجوزات سوالف مكترات صعدة احنا هنايا انت بس انا قفيدك زين انت بهنا له ما هنايا صعدة وشو بتسوى اي احنا وراها ترى ما منتبهين علي استمر بعد ابد توقف التصوير شوي اقرب ايدك شوي تقرب تعال صعدة وياها احنا هنا ترى ما منتبهنا انتهينا بالمخزن والامه العربيه صح والله عادي صادوا على بيت اخويا يمكن ما ادري خلينا نشوف عد درجه اظن او عد درجه 100% شوف شايل هاي علاقه شايل علاقه ويا شنو هاي العلاقه ما ادري خليك مستمر يصعد فوق ينزل ما اعرف ايه شوف هذا اي سمعوا بيك سمعوا بالمتحف سمعوا بالاغصان اوقف انت هنا دخلت تعال يعني صبر ظل استمر استمر قرب شوي قرب نايمين بعد ما اللي نايمين هاي ايش كم طلقه ضربت هاي ترى لما وصلت هنا انا ثلاث طلقات ضرب ادري بيك دحك دقيت الجرس وصيح علي دحك لا انا وقف دحك طلقه وقعت من عندي سحبت مرتي ايه لقيتها اعطيتك اياها كذا مرتيه بس اريد اشوف جار غيور على جيرانه